دخل المهدي للدوش وطلق الرجاجة، شد راسو وبقى كيبكي. ما عرفش كيفاش وصل لهاد الحالة وكيفاش دا حتى جاب البنت عنده وتكرفس عليها، ما بقى عاقل على والو. ولكن قرر بينه وبين نفسه ما غيخليها تمشي حتى يصلح هادشي اللي دار. خرج المهدي من الحمام وانا نغوت عليه، اشنو باقي باغي مني؟ خليني نمشي عند ماما، غدا تكون مخلوعة عليا. قال دوزي ريحي حسن ليك، قبل ما نبدل اسلوبي في التصرف معاك سيري وجدي لي الفطور. قلت نوجد ليك السم ان شاء الله، حل عليا الباب خليني نمشي. وبديت كنبكي، دابا اشنو باغي مني؟ ياك اللي بغيتيه خديتي، اشنو مازال باغي مني؟ قال حتى نشبع منك. قلت له حيوان تفو، الله يلعن النهار اللي حطيت رجلي عندك وشفتك فيه، والله لا كانت ليك، اقتلني وفي هذيك الساعه دير اللي عجبك. اما ما حد الروح فيا، عمرك ما تحلم تقيسني الشماتة، تقادوا عليك المسخات من الدنيا، بنت ليك غير انا، وما قداتكش هذيك اللي عندك. ولا نسيت، حيت عندك الفلوس قلتي غدير فيا ما بغيتي، ولكن والله لا كانت ليك غير نخرج من هنا، والله يا تنخليك تغمال في الحباسات. قال لي تحليك الفم، وهو لا عندك لسان طوال منك، ودابا غير بقاي تغوتي وتعايري، ديري اللي بغيتي انتي حرة، غير ملي تكملي دخلي الدوشي من. قلت له تفو على مسخ حيوان، بدا جاي لعندي. ومشيت كنجري، طلعت للبيت لقيت ساكي ديال الحوايج وصورت عليا من الداخل، دخلت الحمام نمحي الوسخ ديال هداك الحيوان، غسلت ولبست حوايجي، خرجت من هداك البيت ومشيت لبيت اخر. ما قدرتش مازال نجلس في هداك البيت، هو كان في الكوزينة كيوجد في الفطور وناشط وكيغني. كملت وجاد وعيط عليا، قال حبيبة اجي هبطي تفطري. ما جاوبتوش، بقيت مربعة فوق الناموسية كنبكي وكنفكر في ماما اللي كلها راها مخلوعة عليا. المهدي بقى كيعيط ولكن ما جاوبتوش، طلع الفطور للبيت وملقانيش. طلع المهدي ووقف قدام الباب، سمعني كنبكي، قال حبيبة حلي هاكي الفطور، بعد مني حلي الباب خليني نمشي لدارنا. قال وحلي بعد انتي هاد الباب ونتفاهمه. نط وحليت الباب وقلت علاهاش غادي نتفاهمه، واش غادي تخليني نمشي؟ قال ولكن بشرط. قلت له اشنا هو هاد الشرط؟ قال بغيتك تدوزي معايا ليلة حمراء بخاطرك. قلبت عليه البلاطو، قلت عمرها ما غدا تكون ليك، واخا تنطابق السما مع الارض خرج عليا. قال واخا ايوا على خاطرك، بقاي هنا حتى تبغي على خاطرك، وديك الساعه قوليها ليا حتى انا ما زربانش. نيت قد ما طولنا في العيشه مع بعضياتنا كل ما غادي تبغيني اكثر. قلت ابقى تحلم، واخا تبقى غير انت بوحدك على وجه الارض الشماته يا شياطه ديال الرجال، عمرها ما تكون ليك، عمري ما غدا نبغيك. بدل المهدي حوايجو ومشى خرج من الفيرما، مشى للمطعم باش يشوف فين واصله الخدمه. كان جالس في المكتب وجا عنده فؤاد، قال له سي المهدي هذيك البنت ما جاتش اليوم. قال له المهدي اين بنت؟ قال فؤاد مريم. قال المهدي تلقاها من اللي خدات الفلوس اللي عطيناها البارح، ما بقى عندها ما دير بشي خدمه. المهم بغيتك توجد ليا الغدا ديال جوج الاشخاص، ناخدو من اللي نرجع، انا غادي نمشي نطل على الشركه ونشوف هذاك الحريق اللي شحال في المخزن، ونبغيك توجد ليا تقارير ديال الارباح هاد الشهر، باغي نشوفهم. قال فؤاد واخا سي المهدي كون هاني. مشى المهدي بعد ما خدا العنوان ديال دار مريم اللي لقى في الدوسي ديالها، ومشى عندهم للدار، بقى كيدق وما لقى حتى شي واحد. طلعت عليه واحد المرأة كبيرة جارتهم، قالت له باللي ما كاين حتى شي واحد دابا،
حيت الأم خدامة وحتى مريم ما كيناش، وبقات الجارة كتعاود ليه على أحوالهم وكيفاش عايشين وعلى المحاين اللي دازت عليهم. وبلي مريم كانت كتعاني من مرض نفسي ما تشافت منه غير بزز، وما زال كتاخد الدواء. من بعد مشى الشركة وشافوه وطمأن على الوضع، وداز لوطيل حتى هو ولقى حسناء مسيرة الأمور كما يجب. حسناء اللي هي كانت صديقة الدراسة ديال المهدي، كانوا أصدقاء عاديين. كان رجع تلاقى بيها من بعد ما كان المهدي على علاقة بواحد البنت اللي كان مستعد يدير أي حاجة على ودها، عمرو ما قاسها ولا طالبها بشي حاجة، كان ديما كيشوف فيها مراته المستقبلية. وبعد ما طالت علاقتهم قرر واحد النهار يتقدم لها، وفعلا هذيك الساعة كذب عليها، قال لها باللي عنده شي سلعة غادي يجيبها من فرنسا وباللي غادي يغيب يومين أو ثلاث أيام. وفعلا مشى المهدي خدا كاع داكشي اللي يبغي، كان باغي يدير ليها مفاجأة في لوطيل ديال العائلة اللي هي ما عارفاهش باللي ديالهم. وهو هابط من الطوموبيل ديالو حتى كتبان ليه البنت اللي كيبغي وناويها الحلال، مع واحد لابسة شي لباس كله مكشوف ومشادة مع هداك خينا اللي معاها. حتى دخلوا الكافيه اللي في لوطيل، شوية جبدات كارو كتكمي. صدم في هذيك اللحظة، ما يمكنش تكون هذه هي البنت البريئة اللي كان كيبغي. تبع هذاك خونا حتى بان ليه كيهضر مع واحد تما في الاستقبال، مد ليه يدو وعطاه الفلوس وخدا من عنده مفتاح. قرر المهدي يصبر حتى يشوفهم اش غيديروا، وخلاهم حتى دخلوا الغرفة عاد باش حل عليهم الباب. اول حاجة دار اضرب هذاك اللي كان معاها وجر عليه، وش بعد صرفيق في هذيك البريئة وجر عليها. من بعد ما سناها على تنازل على جميع الممتلكات اللي كان شرى ليها، وهبط جرى على هذاك اللي في الاستقبال من تما. والمهدي حاقد على البنات وما بقى كيتيق في حتى شي وحدة. حتى تلاقى مع حسناء واحد النهار، بقاو كيتلاقاو وحكى ليها على داكشي اللي طراليه، وهي وقفات معاه واستمرت صداقتهم من هذاك النهار. ومن بعد كلفها بتسيير لوطيل. نمشيو عند مريم، بقيت غارقه في دموعي، ما قادراش نستوعب هادشي اللي جرى ليا، وكنفكر في ماما وفي خويا. شويه وانا نوض نخرج من البيت، وقلت ما غداش نستسلم، اكيد غدا نلقى شي طريقه باش نخرج من هنا. مشيت كنقلب في البيوت، ما خليت حتى قمت ما قلبتش فيه، حتى كيبان لي واحد البيت مسدود بالساروت. جاني الفضول وقلت خاصني ندخل نشوف شنو فيه، وقلبت على الساروت والو ما لقيتوش. قلت يمكن يكون حاطه في البيت عنده، ودخلت بالكارات والمجورة وبينت لي واحد العلبة فيها بزاف ديال المفاتيح. فرحت، قلت اخيرا غدا نخرج من هاد القهره. تلتحت باش نحل الباب، والو جربت كاع السوارت حتى واحد ما بغى يحل. وطلعت لذاك البيت المسدود وبديت كنجرب في السوارت حتى لقيت الساروت اللي فتح لي البيت. دخلت وكان البيت مظلم، شعلت الضو وبانوا لي شي كرتونات مستفين، وفوق واحد الكرتونة كاين واحد الكتاب كبير. قلبت في دوك الكراتن كنلقى كادويات واكسسوارات حمرين وفضيين. رجعت الكراتن فين كان وهزيت الكتاب، لقيتو كتاب ديال الاسرار الشخصية، يعني كل حاجة دارها المهدي كاينة في هاد الكتاب. بديت كنقرا، كاتب من نهار اللي مشى فيه يقرا في فرنسا وكاع المشاكل اللي واجهته وغيرته من خوه. كان كيحس بأن والديه كانوا كيبغيو حميد كتر منه. بقيت كنقرأ شوية حتى كنسمع صوت طوموبيل. سديت الكتاب وحطيته في مكان، وطفيت الضوء وصورت الباب، ومشيت الغرفة ديالو باش نرجع سوارت لبلاصتهم. بديت خارجة حتى كنسمع صوت ماشي صوت المهدي، صوت حميد ومعاه شي وحدة. قلت ولاد الحرام
هادو دايرين هاد الفيرما للدعارة. هاد البنت اللي معاه ما خافياش عليا، هادي حسناء، اش هي تدير هنا؟ ومشاو دخلوا لغرفة المكتب، ومشيت نسلل باش نسمعهم اش كيقول. بقاو كيهضروا حتى كان سمع حميد كيقول لحسناء خاصنا نوحلوها حسناء باي طريقه، خاصنا نتهناو منه. لو كان درتي داكشي اللي قلت لك نهار الحفله ما كناش غنوصلوا لهنا. قالت انا درت كاع داكشي اللي قلتي ليا، ولكن هذاك الدواء ما اثرش فيه، خاصك تلاقي طريقه باش نتهناو منه في اقرب وقت. راه بدا هاد الايام كيقلب في الدواسه والتقارير، وإلا مشى حتى طاح في إيديه الملف الصفر راه غنمشيو فيها كلنا. قال حميد هاد الشي علاش بغيتك تشغليه هاد الأيام بين ما نسينيو على الصفقة. قالت كون هاني يا حبيبي، المهدي ضربو على حسابي، أنا غدا نخليه يبعد منك هاد الأيام، ولكن أنت زرب دغيا على دوك خوتنا باش نسينيو ونتهناو. كنسمع وأنا مصدومة، هادو ماشي بنادم، واش على قبل الفلوس كيديروا هكا في بعضياتهم؟ بلاتي انا مالي من هادشي كامل، يموت كاع يستاهل، ضيع ليا شرفي، لو كان قتلوه كان يكون حسن. وخرج حميد وحسناء وسدوا الباب، ومشيت هبط لعل وعسى يبغي يتحل ليا ساعه والو. وفي هاد اللحظه اتجه المهدي لدار مريم، طق في الباب وخرجت ليه لالة فاطمة، سلم عليها وقال ليها لالة فاطمة أم مريم ياك؟ قالت آه هي أنا، ياك ما كاين باس، مال بنتي أشنو وقع ليها؟ قال ليها المهدي غير تهنى يا لالة، البنت راها بخير وكتسلم عليك، راها أنا المدير ديالها، عندنا واحد الشركة فتحات الفرع ديالها في إسبانيا، وكان خاصنا شي واحد كيتكلم بالإسبانية نصيفطوه لتما، وما لقيناش حسن من مريم في النزهة ديالها، راها كانت غدا تجي باش تشوفكم، ساعة الموعد ديال الطيارة كان مع العشرة، وما لقاتش كيفاش تدير حتى تجي تقولها ليك، ودابا جيت أنا نعلمك. المهم هاد البركة خليها ليك، قضي بها بين ما تجي مريم، راها ملي غدا تكمل الخدمة غدا ترجع، وحتى من السونتر اللي كتقرا فيه راه انا هضرت معاهم. المهم جيت باش نطمئنك عليها، وهذا هو الرقم ديالي، واي حاجه بغيتيها اتصلي بيا. وراه كانت قالت لي نصيفط ليها سميه الدواء ديالها. قالت لولا لا فاطمه اه واخا انا غنمشي نجيب لك سميته. طلعت وجابت ليه سميه الدواء، وطلبت منه باش يجيب ليها اخبار بنتها. قال كوني هانية لالا فاطمة، خليت ليك الراحة. مشى المهدي للمطعم وخد الماكلة، ومن بعد شد الطريق الفيرما. دخل المهدي للدار ومشى نيشان الكوزينة وكيغني، وجد هداك الشي وهو يقول مريم حلي الباب. قلت اش باغي؟ عطيني ابتساع، ما بغيتش نشوف كمارتك الشماتة. قال وحلي نهضر معاك او لا غادي نحل بطريقتي. قلت له يا لطيف قتلني وهنيني، ليش مازال حابسني؟ ايش بغيتي عندي؟ قال وغير حلي بعدا. نط وحليت له الباب، قلت له ايش بغيتي؟ قال اجي ناكلو بعدا، انا راني سخفان بالجوع. قلت له تاكل فيه السم، سير كولو بعيد مني. عافاك خليني نمشي، وكنحلف ليك ما عمري ما غنقول هاد الشي اللي طرى لشي واحد، وما عمرك تشوفني، غير خليني نمشي عند ماما وخويا، راني توحشتهم. وبديت كنبكي. قال ماما كراني مشيت عندها وهدرت معها، راها بخير وعلى خير. قلت له كيفاش هدرتي معها؟ قال مالكي مكلخة، مشيت لعندها للدار. واشنو قلتي ليها؟ قلت ليها باللي راكي في اسبانيا صيفطاتك الخدمه. قلت له حرام عليك خليني نمشي لدارنا، عافاك والله ما نقول شي حاجه لشي واحد. وهو يقول وكولي بعده هو الاول. قلت له ما باغياش ناكل، انا بغيت نمشي غير لدارنا. وهو يقول الا ما كليتيش
والله ما غدا تعت بيها من هنا. قلت له واخا انا غدا ناكل، ولكن حلف باللي غادي تخليني نمشي. قال والله حتى نخليك تخرجي، وانا اللي غادي نوصلك حتى لباب الدار. قلت عندك تكون دير فيه شي حاجه. بدا كيضحك وقال والله ما دير فيه شي حاجه، هانا غادي ناكل معاك. خليته حتى بدا كياكل، وشديت الطبسيل وقلبت للجهه اللي كان كياكل منها، وقلبت الطبسيل للجهه اللي كان كياكل منها لجهتي، وهو يقول وما كتيقيش يا ربي السلامه، هادشي غير حلفت ليك. قلت انا عمري ما نتيق في شي واحد بحالك. حبست الماكله وقلت له بغيت غير نسولك. قال لي يا سولي. قلت علاش انا بالضبط؟ واش على قله البنات؟ ما قداتكش حسنه. انا كنت على نيتي، بغيت غير نعاونكم، هذه هي ما دير خير ما يطرابات. عرفتي واخا نخرج من هنا ما عمرني ما غدا نسمح ليك، ضيعتي لي حياتي وضيعتي لي شرفي. انا اللي عمر شي واحد ما حط عليا ايده ولا يقدر يهضر بفمه عليا، وليت مغتصبه ما نسمحش ليك المهدي. ما جاوبنيش ووقف وخرج وخلاني، ومشى للبيت ديالو وبقى كيغوت وكنسمع في التهراس. خرجت نشوف اش وقع، حتى كيبان ليا يدو كاع كلها كتقاطر بالدم، وراسو حتى هو. وصلت عندو وقلت اش هاد الشي كدير فيه؟ قال بعدي من هنا مريم. قلت له وخلي عليك غير الاتات في التيساع، الى جاك الصرع اخرج للخلا. شدات الضحكه وقال شكرا على النصيحه، الدار داري وندير فيها ما بغيت، انتي شنو مشالك؟ قلت له موت انت كاع، انا مالي، انا اش مشاليا، غدا غير نتهنى منك ونهرب. وهو يقول الا كان موتي غادي يهنيك اجي معايا. جا عندي وجرني بايدو زير عليا، وايدو كتقاطر بالدم. اداني الكوزينه وجبد واحد الجنون، وهو يقول هاكي قتليني وتهناي وخليني حتى انا نتهنى. بقيت كنشوف فيه وكنشوف ايدو اللي كيسيل من هدا، وهو يقول هاكي فاش كتسناي قتليني وتهناي. خديت الجنوي من ايدو وما كرهتش نغرسها فيه، ولكن ما عرفتش شنو اللي منعني. شويه لحت الجنوي وقلت ليه انا ماشي قتاله، الا انت ضيعتي لي شرفي حقي غدا ناخدو منك، الا ما خديتو في الدنيا غدا ناخدو غدا امام الله. وزياده على هادشي انا ماشي حمقه، نقتلك انت تموت تهنى وانا نكمل حياتي في الحبس وتضيع ماما وخويا اللي معلقين امالهم عليا. خليتك منك المولاك ومشيت طلعت للبيت، سديتو عليا وبقيت كنبكي حتى نعست. صباح فقت ما لقيتوش. الغد ليه المهدي لبس حوايجو ومشى للمطعم يشوف فين وصلات الخدمه، ومن بعد مشى للشركه، ومن بعد ما سالا مشى عند ام مريم ودا معاه التصاور ديال مريم ملي كانت في الحفل. قال ليها باللي مريم صيفطاتهم ليها باش تعرفها باللي بخير، راها كانت في حفل ديال الشركه. فاطمه فرحات ملي شافت تصاور بنتها، ومشى المهدي تقدا شي اغراض خاصين للدار، وخد مريم شي حوايج اللي تلبسهم، واتجه للفيرما. وفي هاد الاثناء كنت جالسه كنقرا في الكتاب، دخل للدار وحط داكشي وجاب لي الحوايج وقال لي يا هاد الحوايج جبتهم ليك باش تلقاي باش تبدلي. قلت علاش؟ واش مازال ما غاديش تطلقني نمشي لدارنا؟ قال لا مازال شويه، المهم رسلمات عليك ماماك، وراني ديت ليها تصاور ديالك ملي كنتي في الحفله، وقلت ليها باللي كنتي في عشاء عمل، وصيفطتيهم ليها باش تشوفهم. ودازو 4 ايام وما كيهضرش معايا، حدو كيحط ليا الماكله حتى الباب وكيدق وكيمشي. تعجبت من امره، وكنت جالسه في البيت حتى كنسمع صوت شي طوموبيل وقفات. طليت من الشرجم وكتبان ليا حسناء داخله الفيلا، تخبيت وشويه وقفات طوموبيل اخرى، دخلت حسناء وحميد وهما كيهضروا.
قال حميد، راهي لمشينا حتى حصلنا وتشدات سلعة، انتي اللي غدا تكوني مسؤولة، الناس اللي خدامين معاهم ما كيتفلاوش، وأي خطأ كيقطعوا فيه الرأس. قلت أويلي، هادو كيتاجروا في الممنوعات. ناري أميمتي في منطحت، وهي تقول حسنا، علاش أنا السبب؟ احنا بجوج بينا داخلين في هاد لافير، يعني الا مشيت فيها انا فحتى انت غادي تمشي فيها. دابا خلينا نفكروا في شي خطه باش نقدروا نخرجوا السلعه. قال حميد، عندي واحد الخطه، هاد الاسبوع كاين واحد الفياج ديال الثوب غادي يمشي لبرا، احنا غادي نحطوا السلعه تما، ومن بعد نقدروا نفرقوا السلعه على ثلاثه اجزاء باش نتجنبوا اي خساره. قالت له حسناء، لا انا عندي خطه حسن من هذه، ومن هاد الخطه نقدروا نضربوا عصفورين بحجر واحد. وهو يقول حميد، قول ايش عندك؟ قالت، خوك المهدي. قال حميد، مالو؟ وهي تقول حسناء، هو اللي غادي يخرج السلعه. حميد، واش بعقلك؟ لا انت باين ليا بديتي كتحماقي. قالت حسناء، اسمح بعد الخطه اللي عندي وحكم. وقال حميد، غير نساي هاد الخطه عليك، انت باينه باغا تخرجي علينا ما فيهاش. وهي تقول، وغير اسمع، المهدي غادي يسافر بعد غدا لروسيا على ود المطعم الجديد اللي غادي يتفتح، وحنا غنديرو داكشي ديالنا وسط السلعه اللي غادي يدي معاه. ملي غادي ينزل في تركيا غادي نخرجوا السلعه ونخليو شي جزء منها، والجزء الكبير هو اللي غناخده، وعندي ناس تماك غادي يقدروا يخرجوها، وملي المهدي يحط رجليه في مطار روسيا غادي نعلمو به، وفي هاد الحاله غادي نكونوا خرجنا السلعه ديالنا وتهنينا من خوك اللي واقف لينا في طريقنا. قال حميد، ما يقد عليك حد، برافو عليك، ولكن الناس اللي كتعرفي واش ثقة؟ راني قلت ليك الناس اللي خدامين معاهم ماشي ديال اللعب. قالت، كون هاني من هاد الناحية، غير ما تنساش الاتفاق ديالنا. قال، لا الاتفاق ما ناسيش، غير نكملوا هاد لافير والوطيل يولي ديالك. كتحلف امي وما قادراش نصدق هادشي اللي كنسمع. ومشى حميد كيخبي في واحد الملف، وهي تقول له حسناء، علاش حاط الملف غير في المجر؟ راهي لمشى حتى طاح في ايد المهدي ولا البوليس راه غنمشيو فيها، كاع لي زافير ديالنا كاينين فيه. وهو يقول حميد، لا لا لا، كوني هانيه، انا وانتي اللي كنجيو لهنا، المهدي ما بقاش كيجي من نهار كان مع هذيك خيتي. وخرجوا وركبوا في طوموبيلاتهم ومشاو. خرجت طليت عليهم من الشرجم باش نتأكد باللي مشى، ومن بعد ما تأكدت أهبطت للمكتب ومشيت كنقلب على الملف اللي كانوا كيهضروا عليه. طليت تحت المكتب وهزيت الملف، بديت كنقلب فيه ولقيت بزاف ديال الوراق، كاين فيهم حتى شي وراق ممضي عليهم خاوين. وقلت، دابا خاصني نفكر كيفاش غدا ندير حتى نمنع المهدي من السفر، وكيفاش غدا نعطيه هاد الملف. شويه كنقول، انا مالي من هاد الشي كله، ايش دخلني فيه؟ هو غير ندل وحيوان، ولكن ما نقدرش نخلي واحد بريء يمشي للتهلكه، والانتقام ديالي منه غيجي من بعد. شويه وقفت طوموبيل ديال المهدي، هبط منها وجاي هز في ايدو بلاستيكات فيهم الماكله، ادخل وحط داكشي في الكوزينه وطلع لبيتو يدوش. خرجت من البيت من بعد ما خبيت الملف، وهبطت الكوزينه وستفت التقديه وحطيت الماكله في الطباسي، وجدت الطابله وجلست كنتسنى. هبط المهدي ولقاني جالسه، قال سلام. قلت له سلام، وهو يقول، غير قولي بصحتك بلا ما تسنيني. ومشى للصاله وبدا كيصلي. تفاجأت مني لقيتو كيصلي، كنت كنقول بحال هاد النوع محال واش كيعرف الله. بقيت مقابله من بعيد حتى كمل صلاته
وهز ايدو للسما كيطلب من الله الغفران من داكشي اللي دار ليا، وبصوت مسموع ما قديتش نصبر من اللي سمعتو، دموعي طاحو ومشيت رجعت للطابلة وهو يجي جلس وقال بسم الله وبدا كياكل. قلت الله يتقبل، وهو يقول امين. مريم بغيت نقول لك باللي غدا ان شاء الله غادي نديك لداركو، وكنطلب منك السماحه. انا ما عمري كنت هكا ولا توقعت انني نكون هكا، وما عرفتش شنو اللي جرى ليا داك النهار. دابا الطلب الوحيد عندي هو تسمحي ليا. بقيت ساكته وما جاوبتوش، كملت ماكلتي وطلعت البيت. بقيت كنبكي وكنقول الله يا ربي ايش هادشي وليت كنحس بيه، هذا راه مجرم تكرفص عليا وخرج ليا على حياتي، كيفاش غدا ندير حتى نسمح ليه وهو ضيعني. بقيت كنبكي وكنطلب من الله يعاوني. صباح دق عليا المهدي وقال مريم وجدي راسك باش ترجعي لداركم. في هذه اللحظه تقبض عليا قلبي، ما عرفت واش نفرح ولا نحزن، غرغروا ليا عيني. كنقول انا مالي وليت هكا، علاش كنبكي؟ اخيرا غدا نشوف دارنا. جمعت حوايجي وهزيت داك الملف ودرتو وسط الحوايج وهبطت ولقيت المهدي كيتسناني في الطوموبيل. ركبت والطريق كامله وانا ساكت وحنا ساكتين حتى وصلنا للدار. هبطت وتبعني المهدي وقال مريم تسناي. درت شفت فيه بلا ما نجاوبه ومشى للكوفر وهبط جوج باليزات حطهم لي حدا الباب. قلت له اشنو هاد الشي؟ وهو يقول ماماك عند بالها باللي انتي في اسبانيا، وما يمكنش انك جاية من اسبانيا وما جايبة معاك حتى شي هدية. في هاد الباليزات بجوج غدا تلقاي شي هدايا الخوك والماما وحتى لامي الحاجة. قلت امي الحاجة؟ وهو يقول اه امي الحاجة اللي ساكنة في هاد الدار. ونعت لي بعيني المهمة مريم انا كنطلب منك السماحة مرة اخرى، غدا ان شاء الله غادي لروسيا، ما كرهتش تسمحي لي قبل ما نمشي. ما عرفت ما نقوله، بقيت مصمرة في بلاستي وحليت الباب وطلعت وخليته واقف ومشيت ديريكت للشرجم. طليت لقيته مازال واقف شوية، ركب في الطوموبيل وديمارة غير ديمارة ودموعي بداو كيتساقطوا. كنبكي ما عرفتش علاش كنبكي. المهم ومن بعد مشيت كندور في الدار، توحشت بيتي وتوحشت كل كنت فيها. ومشيت حليت الباليزات، بديت كنخرج في الكادويات وانا نلقى واحد الورقة محطوطة هي الاولى في الباليزة الثانية، مكتوب فيها سلام مريم على سلامتك، اكيد ملي غدا تقراي هاد الرسالة غدا تكوني في داركم مع الناس اللي كتبغي. مريم انا ندمت بزاف وربي اللي عالم قداش كانت ألم من الداخل ملي كنت فكر داك الشي اللي درت ليك. لو كان غير قتلتيني داك النهار وهنيتيني من هاد عذاب الضمير، حياتي ما بقيتش قادر نعيشها بسلام، وليت باغي نهرب لأي بلاصة غير باش ننسى الألم. مريم أنا كاع هاد المدة وأنا كنفكر كيفاش ندير حتى تسمحي لي. شوف راني كتبت ليك المطعم بسميتك بعشرة، وكاع الوراق غدا توصلي بيهم من عند المحامي ديالي اللي غادي يدوز عندك مع العشرة. نتمنى هادشي اللي درت يعوضك ولو شوية من داكشي اللي درت ليك، ويبرد الحقد اللي كتحسي به جهتي. كان واعدك وجهي ما عمرك غدا تشوفيه، سمحي لي بزاف عيفة الرجال كيما كتسميني. قريت الرسالة وبقيت كنبكي، قلبي كيقول لي أنا باغا نسامحه ولكن شي حاجة كتمنعني. ودخلت لبيتي وبقيت كنبكي حتى داني النعاس، وجات ماما ولقات الباليزات وعرفات باللي جيت، غير شفت ماما وتلاحيت عليها. خرجنا للصالة وبدات ماما كتسولني، بغات تعرف كل شي، واخترعت ليها قصة باش نتهنى من أسئلتها.
فرقت عليهم الكادوات فرقت عليهم الكادوات وخديت حتى لأم الحاجة وخديت حتى لأم الحاجة ديولها. جمعنا على الطابلة وكانت ماما كتهضر وانا ساهية. قالت مريم. قلت نعم ماما. انتي فين زهيتي؟ قلت لي هلا وين وماما غير العيا وباقة تابعاني الخدمة والصندر. وهي تقول بنتي ديك الخدمة غير حبسي منها، دابا الحمد لله تقادت الأمور، راني قادة بيكم، انتي قابلي غير قرايتك. قلت واخا ماما، انا غدا نمشي نرتاح دابا وبلا ما تفيقوني العشاء، ما فيا اللي زيد شي حاجة. ماما حسب ليها باللي رجعت ليا حالتي القديمة، ومشيت دخلت لبيتي وسديت عليا، حطيت راسي على المخدة وبديت كنفكر في قاع داكشي اللي طرا ليا، وتفكرت الرسالة اللي خلى ليا المهدي، وقلت الله يا ربي راسي غادي تطرطق بقوة التخمة. شوية تفكرت الملف والمصيدة اللي دايرين هادوك الجوج، ونط جبدتو وبكيت كنشوف شحال. لبست حويجي ودرت الملف في الساك وخرجت. قلت لماما غدا المطعم، نسيت راه عندي شي وراق خاصني نديهم. هبطت كنجري وما خليت ليهاش الفرصه تهضر. وصلت وطلقيت مع سناء، سولتني فين غبرت. قلت ليها احتال من بعد نعاود ليك كلشي، فين هو المهدي؟ قالت ما كاينش هنا. بديت خارجه وانا نتلاقى مع فؤاد. قال على السلامه، عاد طفات عليك الشمعه. وسولتو على السي المهدي، سولني على اش بغيتو. قلت له غير قول لي فينا هو، مصيني على شي خدمه. قال راه مشى للفيلا حيت كيوجد باغي يسافر. خرجت كنجري، شديت طاكسي نيشان الفيلا، وصلت وما خلانيش العساس ندخل. قال لي حتى يسولو واش يبغي يستقبلني. دخل العساس وقالها ليه، وخرج حتى لعندي الباب. قلت له السي المهدي خاصني نهضر معاك ضروري. قال واخا اجي معايا. دخلت معاه الفيلا ودخلني للمكتب وسدو. قال نعم مريم ياك ما كاين بعث. قلت شوف راه ما خاصكش تسافر. قال علاش؟ قلت له راهم دايرين ليك الكوكايين في الالات، في داكشي اللي غادي دي معاك. قال لي يا كيفاش وشكون هادو؟ قلت له خوك وحسناء، نهار كنتي حابسني في الدار جاو جوج المرات وكانوا كيتفقوا عليك، وراهم ناويين يهربوا الكوكايين على طريقك لتركيا، بعد ما توصل لتركيا غادي يخرجوا السلعه ديالهم ويهربوها على طريق البحر، وغادين يخليو ليك شي جزء باش توصلوا لروسيا وغادي يبلغوا بيك. قال اخويا ما يمكنش يدير فيا هادشي، ما يمكنش نطيق هادشي، وعلاش هادشي كله؟ قلت له باغين يتفكوا منك حيت عرفوا باللي انت كتقلب على شي تقارير الشركه. وجبت الملف من الساك وقلت هاك شوف هاد الملف، كانوا خباوه في المكتب. المهدي بقى مصدوم ما خرج حتى كلمه، بقى شاد الملف وكيقلب فيه. شويه قال غادي ندمهم على هاد الشي كله. قلت المهم انا اللي عليا درتو والباقي عليك، بسلامة. وهو يقول اجي فين غادا؟ قلت له غادا في حالي. نسيت هذاك المطعم والحساب في البنك ما عندي ما ندير بهم، انا ما كنبيع الشرافي بالفلوس، وإلا خديت شي فلوس كناخدهم بعرق كتافي. ما تسنيتوش يجاوبني وخرجت من الفيلا وشديت الطريق لدارنا. غير دخلت وهي تلاقى ليا ماما كانت كتسنى فيا. قالت الله يا بنتي الله فين مشيتي خليتيني مشطونة عليك. قلت ماما عافاكي انا غدا ندخل ندوش ونمشي الناس. قالت بلاتي غير نهضر معاك يا هاد البنت. قلت حتى الغدا ماما، دابا راني عيانة. دخلت دوشت ومشيت سديت الباب عليا وحطيت راسي على المخدة كنقول علاش درت هاد الشي كله، كان بإمكاني نتاقم منه ونخليه يمشي فيها. وبقيت كنفكر حتى داني النعاس.
مشى المبدل السلعة المصدوقية ودخل كيقلب على الكوكايين، وفعلا لقى كمية كبيرة مخزونة. خرجها وداها للكوفر، قلب مزيان حتى تأكد أنه ما بقى والو. عاد باش خرج هز ديك السلعة ومشى غبرها، ورجع اتصل بالمطار باش يبدل الوجهة لفرنسا، ومن بعد اتصل بخوه باش يعلمو أنه خاصو ضروري يسافر لفرنسا، راه عندو شي مشكل تما وخاصو يمشي يحلو. الخبر نزل بحال الصاعقة على حميد، قال له ولكن أخويا إيش غادي تدير دابا؟ راه الافتتاح بقى لي غير سيمانة. قال له المهدي كون هاني، هاديك السلعة غادي نصيفطها مع حسنة، هي اللي غادا تكلف. قال له حميد إيش كتخربق المهدي؟ واش حسنة عارفة لهاد الخدمة؟ قال له المهدي عارفة، غير كون هاني. يلا الله يعاونك، مازال تابعني الخدمة. خرج حميد من عند المهدي ومشى ديريكت عند حسنة، ركبوا في الطوموبيل وعاود لي هذاك الشيء اللي قالو المهدي. هما غادين وهما كيتخاصموا في الطريق، تافقوا باش يمشيو للفيرما، تافقوا باش يمشيو للفيرما ويشوفوا كيديروا باش يحلوا هاد المشكله اللي طاحوا فيها. غادين في الطريق وحسناء ما صبراتش، بقات كتغوت. حميد كيلوم في حسناء على الخطه ديالها، ما حسوش براسهم حتى مالت بهم الطوموبيل وطاحت بهم من جرف عالي. الحظ ما حالفهمش وماتوا بجوج. دازت سيمانة وانا كنتسنى يجيني شي اتصال ولا شي خبر من عند المهدي، وصبري تقاطع. وغير خرجت من السونتر واتصلت بسناء، قلت الو سناء، وهي تقول اهلا مريم، عاش من سمع صوتك، فينا بنتي هاد الغبور من نهار دفنوك ما زاروه. قلت ما نسيتكش، راكي في البال والدليل انني اتصلت فيك. قالت عارفه اللي كاين، راني غير كنضحك معاك. ايوا فين شاداها؟ قلت يلا خرجت من السونتر، كنت بغيت نشوفك، فينك انت؟ قالت فين غدا نكون، رانا في الخدمه. قلت ليها خساره، كنت بغيت نشوفك وما كتابش، المهم حتى شي نهار اخر. وهي تقول اجي لعندي المطعم. قلت ليها راني ما بغيت نشوف حتى شي حد من المسؤولين تما. وهي تقول راه ما كاين حد، غير اجي يا صاحبتي نعاود ليك شنو اللي طار. قلت ليها واخا انا جايه. وصلت عند مريم، ومن بعد ما تسالمنا وهدرنا شويه قالت لي باللي راه حميد وحسناء داروا كسيده وماتوا. ودعت سناء وخرجت من المطعم ومشيت للدار. ودازت شهرين، كنت جالسه في بيتي حتى كنسمع الدقان في الباب. نط مشيت حليت وانا نلقى المهدي، قلت له اشنو كدير هنا؟ قال جيت باش نخطفك عود تاني. قلت له بعد مني. وهو يقول توحشتك مريم كتار ما كتصوري. قلت حولك جيتي شكرتيني على داكشي اللي درتي معاك. وهو يقول مريم انا كنبغيك وما عمري غادي نسمح فيك، بغيت نسولك واش مسامحه ليا؟ قلت مسامحه ليك دنيا واخره. وهو يقول تزوجي بيا يا مريم؟ حضرت راسي وقلت له قال غدا ان شاء الله غادي نجي نخطبك. الغد ليه جا المهدي وخطبني من عند ماما، ودرنا العرس وداز احسن ما يقوى، وماما ما كانت قادها فرحه. مشينا دوزنا شهر العسل في روسيا، ودابا عايشة أنا وحبيبي بخير، وكنتسناو في النهار اللي غدا تزاد فيه بنتنا. وهذه هي